مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من طبيب على الهواء. كما تعودنا دائما أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحة، وإيمانا بمبدأنا الدائم أن الوقاية دائما وأبدا خير من العلاج. دخل الصيف، الاهتمام بالشكل الجمالي بيبقى بشكل أكبر، في تعرض للشمس بشكل أكبر، بنلاقي فيه هوس عند ناس كتير قوي، والسيدات بيبقى عندهم الموضوع ده بزياده شويه. انا سمعت ان في تقشير للبشره، انا عايز اروح لدكتور يعمله لي. انا سمعت ان في خيوط جراحيه بتعمل كذا، ده البوتكس ده بيقولوا عليه جميل، انا عايز اروح. فهي اللي بقت بتقرر هي عايزه تعمل ايه بالظبط. الدكتور كانه هو رايح وهينفذ لها اللي هي بتقوله خلاص. هل ده مناسب ليها ولا مش مناسب ليها؟ ايه المشكله اللي انت بتعاني منها؟ انت قولي للدكتور، ما هو الدكتور هو وظيفته ايه؟ هو يشوف المشكله اللي عندك ايه ويشخصها، وايه الطريقه المثلى والمناسبه للتعامل مع المشكله اللي موجوده دي. النقطه الثانيه المهمه، هو انا اروح لانهي دكتور؟ ما اكثر اطباء التجميل دلوقتي موجودين كتير جدا. انا اسلم نفسي لدكتور علشان يعمل اي حاجه تجميليه في وشي او في جسمي، اتاكد ازاي ان انا مش هيقع ضرر عليا منه؟ ان شاء الله كل ده واكتر هنعرف النهارده من ضيفنا للناس عبد اللقاء، الاستاذ الدكتور احمد طه، استاذ جراحه التجميل كليه الطب جامعه الازهر، وعضو الجمعيه الامريكيه والمصريه لجراحي التجميل. منورنا دكتور. اهلا بيك. سعاده بلقائك. اهلا بيك. متهيألي اطباء التجميل في الصيف ده بيعتبر سيزون بالنسبه لهم، هو يعني ولا بقتش تفرق دلوقتي صيف وشتاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هي يعني بنطلق على التجميل الكلمة المثلى اللي بتطلق على المتخصص في التجميل بيقول لك جراح تجميل. جراح تجميل. كلمة التجميل عامة جدا، ممكن يعني البيوتيشنز اللي هم بتوع المتخصص او اخصائي التجميل اللي بياخدوا كورس زي ما حضرتك قلت يمكن معايا قبل الحلقة، وتقول لك انا اخصائية بشرة وهي مش دارسة طب اساسا. وده انا شفته طبعا. هي خريجة تجارة انجلش بس خدت كورس، والحمد لله يعني الدنيا ماشية معاها. انا تعرضت لناس كمان قالوا لي يعني يا ريت بالثانوية العامة احسن، يعني عشان هي اهم حاجه تاخد كورس اسبوعين او شهر مثلا وتتعلم يعني تعمل ازاي ماسكات وازاي، وبتبدا بقى تعالج. دي كارثه طبعا، لان هو المشكله اللي ما حدش يعرفها ان الجلد في طبيعته ده بيدرس في كليه الطب وطبقاته زي ما حضرتك عارف، بتشريحه بالهيستوباثولوجي بتاعه، بالهيستولوجي يعني الخلايا اللي فيه، يعني إيه؟ مش حاجه كده، مش مرمه هتتعمل، مش مرمه هي كل واحد، فبتحط على كل البشره نوع واحد من التشريح، عشان كده بيحصل مشاكل. طب احنا نطمن ازاي دكتور احمد؟ يعني انا المفروض يعني هل انا اللي يهمني ان انا في حاجه مكتوبه على اليافطه من بره، ولا يهمني ان انا يعني ادخل اقول له طلع لي شهادتك، ولا انا اسال حد جرب عنده مثلا فيعني لا ده تمام يعني ايه المقاييس او المعايير؟ احنا يعني بناخد بمقاييس الدول المتقدمه في الطب، وفي مجتمعاتنا يمكن المثقفه شويه كمان، هتلاقي ان المريض اللي بيروح لمكان اولا بيبقى عارف مكانه او سائل عنه عن طريق حاجتين مهمين جدا، يا اما عن طريق انترنت بيدخل على مواقع علميه او مواقع زي جمعيه جراح التجميل تهتم بالموضوع. لا يمكن واحد يحط اسمه فيها وما يكونش جراح تجميل، لان هي اصلا ده عضويه بالشهاده. تمام. الحاجه الاهم من كده ان انا من حق اي مريض، وده دايما بقوله، زي ما داخل تدفع فيزيتا من حقك انك تبص على الشهادات اللي بتبقى احنا حاطين الترخيص وزاره الصحه وترخيص البراوزي الكتير اللي متعلقه ورا، بس فيهم اهم اتنين اللي هم ترخيص ده ايه، جراح ايه، تجميل ولا جراح حاجه تانية.
وكاتب على اللي كاتب على اليافطه دي، دي مشكلتنا يمكن مع وزاره الصحه والنقابه، احنا بنقول دايما تبقى عايزه رقابه شويه. فمن حقه هو بيدفع الفيزيتا، ده تخصصه جراحه التجميل. اوكي، جراحه التجميل بتبقى محطوطه على شهاده مختومه من الوزاره ومختومه من يبقى ده اسمه الترخيص، ده جراح تجميل، ده جراح تجميل. فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك بقى في حاجتين، في الجلديه دلوقتي، في اللي اسمه كوزموتولوجي، او عاملين برانش بقاله فتره دلوقتي، برانش في التجميل اللي هو بيتعامل مع البشره بس مش جراح يعني. تمام. يعني لازم يعرف برضو المريض ان هو حدوده ايه، ان هو مثلا حاجات علاج الجلديه، علاج الجلد سواء تجميل بالاستعانه حتى بالاجهزه وبالحاجات الجديده وممكن نقول عنها يمكن قبل ما ندخل الحلقه اسمها نون انفيزيف، يعني ما بتدخلش تعمل جراحه او خياطه او مش عمليه جراحيه بالمفهوم المعروف. ده كوزموتولوجي طبعا معترف بيه وموجود وليه شهادته، وهتلاقيها برضو متعلقه، ده دكتور. واساسا لو احنا يعني بصينا للخلفيه هنلاقيه هو اصلا دارس طب تشريح وجلد وانواع ومش عارفه التركيبه بتاعه الخلايا وتاثير كل دواء عليها وانواع البشره نفسها اللي حضرتك ممكن اتكلمت عنها دي اللي هنيجي فيها دلوقتي، كل ده بيبقى متفق عليه. فيبقى احنا عندنا ما بين دول الاثنين، هم دول الوحيدين المصرحين حتى في العالم كله ان هم يشتغلوا على ما يخص التجميل، بس كل واحد ليه ليميت معين. دكتور احمد شاف حالات بقى راحت لحد غير متخصص وعانت من مشاكل وجات للدكتور احمد قالت له الحقني شغلانه باظت عايز اظبط اللي اتعمل؟ لا مش انا بس، ده كتير كتير في مجتمع جراحه التجميل. دايما احنا بنقعد حتى في المؤتمرات ساعات بنعرض اللي هي مش ساعات، ده غالبا بنعرض الحاجه اسمها المضاعفات العمليات. وللاسف احنا بيجي لنا المريض بعد ما بيتعالج عند غير متخصص فبيبقى عمل المشكله اوريدي، فانت كمتخصص تصلح يعني ما تقدرش يعني ماليش دعوه، ما ينفعش، مش امانه، لان انت يعني هايلي سبيشاليست، يعني انت المفروض اقصى مما يعني ما يتخيل المريض. لا، جراح التجميل يتعامل مع اي مشكله، بس في نقطتين مهمين جدا المريض لازم يفهمه، ان جراح التجميل اللي بيصلح عيب حد عمله قبل كده لازم يكون ليه، يعني يبقى المريض متفهم ان الحاجه مش ترجع 100%. الحاجه الثانيه ان هو لازم يسمع كلام الجراح التجميل، لان ساعات في حاجات بتعمل في المرحلتين، يعني ممكن تبوظ حاجه في مرحله واحده، ممكن اصلحها في ثلاث مراحل، لان الانسجه اتاثرت خلاص، فانت لازم تبقى في فاين تاتش او حاجه بسيطه جدا تعملها وتخرج، بعدين تعملها بعد شهرين تعمل حاجه تانية. ليه؟ علشان ما يتضرش النسيج الانسجه الحيويه بتاعه الجسم، وعلشان تديله الشكل اللي هو عايزه في الاخر، تديله الشكل اللي هو عايزه. وكمان ما تعملش حاجه مشكله كبيره انت عايز تصلح كل حاجه في مره واحده، فممكن تضر العيان. وده برضو من تخصص جراحه التجميل، اللي هو عايز اللي هو فاهم كويس هيعمل ايه، وفاهم الانسجه بيوصلها دم ازاي، بيوصلها اعصاب ازاي. هو جراح التجميل هو بيطلق عليه ان هو فنان، يعني ليه رؤيه وانا هعمل دي، وعارف هو بيتعامل مع ايه بالظبط، زي ما حضرتك قلت البشره والجلد واوعيه دمويه هنا عامله ازاي، وايه اللي ينفع يتعمل دلوقتي وايه اللي ما ينفعش يتعمل دلوقتي. لكن نقدر نوجه نصيحه للساده المشاهدين، بدل ما اروح لحد ويبوظ لي حاجه وادور بعد كده على حد متخصص بجد ان هو يصلحها لي، لا، اسال الاول قبل ما تاخد بعضك وتمشي في سكه غلط. طيب حضرتك برضو السؤال ده متفرع منه سؤال مهم جدا، اللي هو فلانه عملت عند فلان فهو كويس. في حاجة أنا عايز أنبه للمرضى ليها، أو اللي إحنا مسميهمش مرضى، دول كلاينتس، أو عبارة عن ناس متردد عن، لأن بتطلب الجمال فما بتبقاش مريضة، بالعكس بتبقى خدت النصيحة من زميلتها أو من صديقتها أو من أختها إن هي عملت عند حد فلان. تسأل مجرب. تسأل مجرب. طيب هل هو أصلاً يعني هو نجح في دي ممكن؟ أو احتمال تاني دايماً إحنا متعرضين له للأسف اليومين دول وبقالنا فترة فيه، ان في زي ناس بتبقى وسائط. بمعنى ناس بتخبط كده كلام كبير يا دكتور احمد. تخش العيادات، انا شفت عيادات بطنه وبيشتغل تجميل اكتر مني. طيب ازاي؟ لا انا عايز افهم يعني ايه وسطاء. ازاي؟ ما انا هقول لك ازاي وسائط دي. هو بيتفق مع سنترز معينه، وخاصه الكوافيرز والبيوتيشن وعمليات وحاجات التخسيس والكلام ده، انه بيحصل ريفيرنس، يعني بيودي له العيان، يقول له ده احسن دكتور وده بيعمل وبيعمل وبيعمل، بالكوميشن بتاعه. بالكوميشن بتاعه. فبتلاقي عنده ريت غريب جدا، الله، طب وجالك منين ده كله؟ مظبط نفسه. مظبط نفسه. حتى لما بتحصل مشكله، هو احنا انا يعني يمكن حضرت حاجه منه كده،
بيرجعوا الفلوس للعيان وبيرضوه وبيحاولوا يتحايلوا عليه لما بتحصل مشكله عشان ما يسجنهمش. يعني هو ما فيش ولا حاجه، بس هو عشان ايه؟ سمعه المكان. هو ما فيش اصلا، هو لا في رقابه اصلا، ما يتفتحش المكان. يعني انت لو دخلت عياده اللي انا بقول لك عليهم دول باطنه وممكن تكون بيوتيشن او ده هو عياده مرخصه اصلا، هتلاقي جوه كميه فيلر وكميه خيوط. طب مين بيشتغل بالحاجه؟ هو بيشتغل بيها. طب الكم ده جابه منين؟ يعني انت يعني هو معاه شهاده طب برضه يا دكتور، احنا ما نكبرش الموضوع. احنا بس بنبه ان انت حضرتك قلت ايه، ليه الناس بتروح فعلا؟ لان هي بتبقى يا اما وسائط يا اما الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها، ان ممكن يكون نجح في علاج ده لكن هو مش متخصص. ممكن تيجي بالصدفه، يعني هي جت معاه كده دي عدت، فمش معنى كده ان كل مره ممكن واحده او 10 ممكن يجي بالصدفه، لكن لما بتقع لا بتقع. جراح التجميل لا، ما يقعش الوقعه بتاعتك ابدا. مهما اخطانا الخطا بتاعنا نقدر نصلحه، لان انت لا يطلق عليك متخصص بكونك انك عرفت تعمل المشكله، انك عرفت تحل مشكله او انك تعالج مرض. لا، المتخصص هو من يعالج المشكله اللي حدثت من وراء المرض. يعني انا عالجت واحد عملت له عمليه طلع فيها عيب، انا اللي اقدر اصلحها. يبقى هنا انت بلاستيك سيرجن. يبقى دي جراح العموم نفس الكلام. فاكر ما كانوا يقولوا لنا في الامتياز اللي ما يعرفش يعمل رايت هيميكالكتومي ما يعملش زايده، لان انت ممكن تخش ما تلاقيش الزايده وتلاقي فيه مثلا ورم او حاجه في فمش عايز افزلك، تقفل تاني وتقول له النبي طب شوف لي حد متخصص. لا، يبقى انت لازم تبقى عارف تتعامل مع المضاعفات قبل ما تبقى. ودي المفروض ان هي الجايد لاينز اللي المفروض كل الطبيب بيمشي عليها، يعني كل الاطباء عارفينها وبنتربى عليها، بس بعد كده السوق بيحكم. طب دكتور احمد، ما اعرفش هل دكتور احمد شايف ان في الفتره اللي احنا فيها دي اللي عايز يعمل حاجه تجميليه في البشره مثلا هو بقى مثقف بشكل كافي لدرجه ان هو رايح العياده التجميليه او رايح لدكتور التجميل بيقول له انا عايز خيوط جراحيه لو سمحت، انا عايز الله ينور عليك، يعني انت جبت كده انا عايز تقشير للبشره وعايز كام حقنه بوتكس هنا عشان عندي لغد شويه دهون وشويه لا طبعا في الكلام ده مستحيل. حتى لو انا الكلام ده بيحصل على ارض الواقع، هو بيحصل ده، هو ما بيحصلش غيره. فبتيجي العيان شايف حلقه في التلفزيون او شاف حاجه على النت، اعمل لي دي، انا عايز دي، انا عايز دي. هو دي ايه ده؟ ده بشره وده جسم وده خلايا حيه وفيها روح ولازم التعامل معاها بيكون لازم بتخصصيه او بسوبر سبيشاليتي كمان. يعني المفروض الواحد ما يضرش. طب هو لم ينفع لم يضر. طب هو ده الغلط. المفروض الغلط. الصح ايه اصلا؟ اول ما بيجي للعيان او اي حد، عشان كده تلاقي جراحين التجميل هم اقل ناس شغاله بالنسبه للحاجات الاعلانيه قوي. يعني مثلا زي ما انت قلت كده التقشير مع ان هو اللي بيدرسها للناس التقشير والفيلر وحقن ودور الليزر بقى في الامور والليزر اقل واحد شغال. ليه؟ لان المريض بيجي يقول له ايه؟ انا عايز تعمل لي تقشير. بشرتك ما فيها حساسيه، فيها مشكله. لو اتحط عليها تقشير او ليزر او مواد كيميائيه ممكن تزداد الالتهاب او تحمر او تحصل فيها حرق سطحي او تصبغات. يعني ممكن التقشير يعمل تصبغات لو انت يعني البشره دي حساسه، ممكن ما تنفعلكش. بالظبط كده. البشره مين اللي بيحدد نوع البشره ويشتغل عليها ازاي؟ المريض. هو دلوقتي المريض. فهو الدكتور لما بيجي لنا المريض بيجي لك يقول تقول له لا انت مش عايز خيوط، انت محتاج شد جراحي. لا انت محتاجاش شد جراحي، ده انت الخيوط تنفع. لا انت الفيلر ما ينفعش، لا احنا هنحقن دهون او هنحقن بلازما. بتختلف معاها، بتروح راجعه بقى كده يعني تقول لك لا يعني لا ده انا عايز اعمل حاجه شافتها هي في التلفزيون كانت حلوه. طب يا استاذ او يا مدام عند البشره بتاعه حضرتك او اللي انت بتشتكي منه مش هو اللي انت شفتيه. فاكر الايره بتاعه يعملوا شكل حد من الممثلات او حد من المغنيين؟ انا عايز شفايف فلانه وعايز خدود فلانه. طيب هي تناسبك؟ يعني هي تناسب دايره الوش بتاعتك او المقاسات اللي هي الابعاد، في ابعاد في الوجه طبعا. حضرتك لما نيجي نشتغل تصغير انف او تجميل انف او شفايه او حاجه دكتور احمد، ده كان في قضيه شهيره ومن فتره حضرتك تعلمها، يعني ان واحده فنانه مشهوره عملت الكلام ده وشكلها اصلا بقى اوحش من الاول بكتير. انا شفتها بصراحه يعني الدنيا باظت اصلا. يا ده ما يناسبكيش. انت حضرتك شفت فنانه عشان هي فنانه فظهرت في الاعلام، وما خفي كان اعظم. كان اعظم اللي ما طلعوش بقى الناس الغلابه بقى واللي قعدوا في بيوت. انا يعني في كلنا يعني اي حد. طب دكتورنا العزيز، فصل الصيف في بداياته بتتعرض البشره للشمس بشكل اكبر، وبتبدا تظهر مشاكل كتير بقى في البشره. في ناس بتسمر، نلاقي في نمش والتهاب بشكل مستمر للبشره،
العرق الزياده في بعض الاحيان لو البشره دهنيه وممكن تسبب التهابات. طب ناخدهم واحده واحده علشان دول قطاع فعلا. يعني قول واحده ونرد عشان طيب إيه؟ مبدئيا انا عايز احمي نفسي ان بشرتي تتضر في فصل الصيف من الشمس، يبقى الوقايه بس. مظبوط، احسن حاجه ودي اهم حاجه، الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج. لا تزال المقوله دي هي الجولدن. هو مين اللي قالها يا دكتور؟ مش عارف، بس هو يعني هي حكمه فكره، هي حقيقه فعلا. تمام، وماشي عليها العالم كله يعني، ممكن في الطب اكتر حاجه يعني. الوقايه طبعا خير في كل شيء، الوقايه خير من العلاج، حتى في تخطيطك لاي مشروع المفروض يعني في التجميل بقى تحديدا. وننتهز فرصه الدكتور احمد، الوقايه خير من العلاج، احمي بشرتي ازاي في بدايه فصل الصيف؟ بتبدا من حاجه بسيطه جدا، شرب المياه بكثره في الصيف بالذات عشان تعوض الفاقد، ونحافظ على الاملاح. الاملاح برضو لما بتفتح العرق او شويه زياده التعرق بيطلع ميه واملاح. الاملاح ده بتبقى صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم، الحاجات دي موجوده في الفواكه. اسهل حاجه سواء عصاير او اكلها كده عادي يعني، لو طبعا طبيعي ما يكسب زي ما طبعا والميه كتير. تعالى بقى للبشره نفسها، نحط عليها ايه؟ البشره عموما كل الجسم ده بيعتبر بشره، عشان الناس بتهتم بوشها وتسيب الجسم. هو ده اللي يجي يقول لك ايه، اصل انا جسمي في حتت سمراء وفي حتت خشنه وفي جلد متعج. طب ما هو ده بشره من زي الوش، زي ما بتعتني بالوش بتعتني بجسمك. في طبعا دهانات او في حاجه مرطبات للبشره، المرطبات دي دلوقتي بقت نتكلم بصراحه الموضوع بقى اوفر قوي، الاسعار بقت زياده قوي، هي دي المشكله، ومش معروف. طب اقول لك على حل ايه اللي بسيط. موجود ده وايه اللي مش موجود، اي حاجه بنسمع عنها واعلانات موجوده، وتدخل الصيدليه تلاقي ارقام فلكيه، وده مش عارف بكذا وده بكذا، الواحد بيدخل بيتوه. صح، ده عايز يصلي استخاره على يختار كذا وكذا وكذا، ناخد ايه ولا ايه؟ الفتره الاخيره انت هوجة بتكتب روشتة دلوقتي، العين بيقول لك خلي بالك يعني بكام بالظبط، فدي مشكله. وبعدين ومفيش معايير في التسعير في الكلام ده، مفيش معايير. الحل حاجات طبيعيه جدا. انا دايما حتى احنا كنا بنشتغل فيه في الاقسام الحروق والكلام ده، انت عارف ان الغدد تقريبا بتنتهي مع الحروق الشديده العميقه شويه. فايه التليين البشره يعني، ازاي تتلين وتبقى رطبه؟ فكنا بنحط زيت الزيتون. زيت الزيتون، زيت الزيتون، زيت الزيتون من اعظم الدهانات اللي عمرها ما حد هيوصل لها في الاختراع، بس للاسف انها تبقى زيت زيتون فعلا يعني طبيعي. ويقال في دي مش عارف معصور على البارد ومعصور مش عارف على الحار. والله لا، في حموضة والقلوية بتاعته يعني يقول لك ايه مثلا 0.1 دي اللي هي بتاع اللي بتحط على بتاعته او البي اتش بتاعته حمضية شوية، خليه للاكل، قلوية شوية هو اللي حط على الجسم. تمام. فالمفروض بقى بداية اللي يبدأ اللي ينفع احطه على الجسم ايه؟ اللي هو المفروض البي اتش بتاعته اللي هو القلوي. القلوي يعني هو مش هيحفظ المريض، بس هو بيروح يجيب زيت الزيتون ده، حتى بيستخدم للشعر كمان يعني مرطب للشعر، ولو لمس البشره بتاعت الشعر اللي هي الفروه الراس ما يضرهاش. ده مهم جدا. فبنقول له في زيت زيتون بيبقى، وده موجود في الصيدلات الكبيره، مش بتاع الاكل اللي هجيبه، مش بتاع الاكل. تمام. وده بيبقى حتى طعمه ممرر شويه، ما ينفعش تحط على الاكل، وريحته نازعه شويه. ده كويس جدا للجلد. وانا بقى انا لانهي جلد بقى؟ كل انواع الجلد، زيت الزيتون كل انواع كل الجلد حاجة. كل زيت الزيتون كل انواع الجلد. طب يعمل ايه في البشره يعني، دوره ايه؟ الزيت الزيتون يعني كما ذكر في القران والتين والزيتون وطور سنين. الزيت الزيتون لما اشتغلنا بيه احنا عملنا عليه ابحاث في التسعينات، هو والعسل الابيض. بس برضه لازم يكون ايه؟ طبيعي اصلي طبيعي. وحد يقدر على كلمه العسل؟ شفنا نتائجه المبهره. سواء زيت الزيتون او العسل، العسل كنا بنشتغل بيه على الحروق او على الجروح، كنا بنعمل مقياس للمناعة في الجسم والكرات الدم الحمراء ووظائف الكلى، وظائف الكلى كان بيصلحها هو بيتحط على الجلد. قتل بحثا فيه شفاء للناس. تمام يعني تعالى لزيت الزيتون نفس الدرجة، نفس اللي بيعمله العسل، بس بنعمله في حاجات تانية. ترطيب البشرة، تدليك البشرة بيه، تدلك بيه. وكنا بنعمل حاجة اسمها زيت الزيتون الدافي، يعني يتحط في وعاء وجوه مية دافية، مية دافية، فيبقى دافي شوية. تاخدوا السيدة أو الراجل أو الطفل ويعمل تدليك بيه على البشرة، بيفرد بيضيع السيلوليت والستريتش ماركس والعلامات دي، الستريتش ماركس بتحسنها جدا. الحاجة الأهم من ده مرطب للجلد، الجلد الجاف هو أخطر جلد ممكن يتعرض للشيخوخة.
او العجز المبكر يشيخ بدري يشيخ بدري. فانت دايما مرطب البشره في الصيف يبقى انت بتقاوم نسبه الايه الجفاف اللي بتحصل في البشره، يساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبه. يبقى احنا كده وصلنا لايه؟ في مرطبات بقى، مش هقول للمريض او لاي حد عايز يستخدم مرطبات الغاليه والمستورده، ممكن تبدا من حاجات يعني دلوقتي ما فيش حاجات جنيهات، طب هنقول مثلا في 30 وفي 40 جنيه مرطبات كريمات طريه فيها بتبقى الزيت اللي فيها بيبقى خلاصه زيت الزيتون معاها خلاصه الشال اخضر، في حاجات نباتات بتبقى هنديه بتبقى موجوده، حاجات الهيربل والطبيعيه، الهيربل دي موجوده، يعني مش هنقول مثلا لازم تجيب الغالي. مرطب حاجه بسيطه جدا وترطب بيها وشها وخلاص، فازلين طبي ينفع ترطب بس طبقه خفيفه بالبشره ايه الجافه بس تحديدا بس في موضوع الفازلين ده كان من المحاذير اللي بنسمعها قبل كده، ما نعرفش اذا كان الكلام ده صح ولا غلط، ان لو حد حاطط فازلين وتعرض للشمس انه بشرته بتسمر. لسه ما دخلناش في الشمس، يعني احنا بنتكلم كل ده الفازلين يتحط ده في البيت، في البيت جينا نتعرض للشمس كلامك مظبوط، لا كل ده بيقف. بنحط ايه بقى؟ واقي الشمس. واقي الشمس 50 اس بي اف ولا 100 ولا 70؟ هو كله غالي، مفيش حاجه رخيصه في الحاجات دي؟ لا مش اقل، مفيش حاجه اقل من 150 تقريبا للاسف. بس هو في ميزه ان العبوه بتاعته كبيره، ما يعني بيخلص على طول يا دكتور. هقول لك احنا بنحطه فين؟ على الوش وكفه الايد بس، او المكان الاكسبوز. طيب المعاطة. مبدئيا بقى قبل ما اوصل ان انا احطه فين وهستعمله ازاي، انا لو رايح اشتري انهي واحد؟ طيب نعم، احنا الانواع السان بلوك او الواقي الشمس كلها المعترف بيها في مصر او اللي موجوده اللي مصرح بيها وزاره الصحه ليها تاثير جيد، ممكن تطلع من جيد لجيد جدا الامتياز حسب مش قوته في الحمايه بس، لا في التكتشر بتاعته، في الملمس، في الملمس بتاعه. لان انت في حاجه اقول لك انا بحطه بزيت او بيبقى سيل كده، لا ده يبقى نوع كواليتي بتاعته ده تراكن. بس عايز انبه الناس ان هم يحطوا الكريمات واقي الشمس بالذات او اي كريم لازم يدلك كويس ويحس ان هو امتص، يعني بيدلك ويستنى مثلا دقيقه ويبدا يعمل مسح تاني او تدليك يلاقيه اختفى. اختفى ده معناه البشره امتصته، مش يحطه يبقى باين ويخرج بيه ويقول لك اصله سيل. طب ما انت اللي حاطط، او يحط كتير. يعني الطبيعي مش المفروض ان هو يبقى باين ان في طبقه بيضة موجوده على البشره؟ لا ده غلط، ده غلط، ده كده ما امتصتش. انت حطيت يا اما كتير يا اما انت ما عملتش. انا عايزها تدخل البشره عشان تبقى حمايه من الالترا فايلوت وال بس في ناس بتتخيل ان هو واقي للبشره فلازم يتحط فوق البشره. لا ده ده كل الكريمات العلاجيه اللي بنكتبها المريض كل ما بحط اكتر فاكر ان ده صح، وللاسف في ناس مثقفه. ما دي من الحاجات المغلوطه عندنا، ممكن يجيب العكس. يعني بيعمل حاجه اسمها ماسيريشن او تليين في الجرح لدرجه ان هو ممكن يعمل فيه مشكله، او يلاقي او يعمل حاجه اسمها يبوش الجلد. لو انت مش عايز تبوش الجلد، اديت له اوفر دوز او جرعه زياده من الحاجه دي، فانت او عملت له عازل عن الجو وانت عايز ايه الكريم. في ساعات امبيربيبل يعني يحصل برضه تبادل بالاكسجين مع الجلد، الجلد بيتنفس زي جسمنا، فانت عايز له تهويه، فعايز له تهويه او ما تقفلش المسام، فما تحطش كميه تقفل المسام. طب تقفل المسام يعني اللي الدكتور احمد بيقول ان انا افرد حاجه بسيطه واصبر عليها شويه وبعدين ادلكها لحد ما البشره تختفي. بالظبط لغايه ما تختفي. الانواع بقى انا بطمن الناس ان اي نوع هتستخدمه في السامبلوك جابته من الصيدليه هيبقى كويس، لانه هيحمي البشره 30 او 50% ده في المعدل المطلوب. طب هي ال 30 وال 50 ليه بقى؟ اشمعنى؟ هقول لك. التركيز الاس بي اف اللي هي كلمه اس بي اف دي ثلاثه ماتيريال او اربعه هم موجودين في الكريم ده، اللي هم مفروض بيعملوا حمايه للشمس من ضد اشعه، مش الشمس، ضد الاشعه الضاره في الشمس. تركيزها بيختلف 30 50، وفي دلوقتي بيحطوا 100%. احنا اتفق كل الناس والشركات الادويه وكله ان مفيش حاجه اسمها 100%، يعني لا واقي للشمس عشان 100%. كده بقوا يعملوها 90 فراحوا قال لك 90 برضه مفيش. احنا ال 50 بلس ال 50 بلس دي معناها يعني الكميه الموجوده تحمي من الاشعه الضاره للشمس بنسبه 50% وزياده. خلاص، لكن مش 100% برضه. وامتى بقى بتستمر قد ايه الحمايه دي على الجلد؟
ده مهمه جدا. طب ما دي نقطه مهمه، في واحد بيتخيل انا حطيته في السطح خلاص، خلاص تروح يومك بقى براحتك تمام زي الفل كده. دايما نكتب كده في روشته عند النزول راح الشغل وهي راجعه تروح حاطه تاني، ما دام هتتعرض للشمس بعد 3 ساعات مفعوله بيضيع، عشان كده احنا بنقول له ساعتين ساعتين ونص لو نزلت تاني تغسل وشك وتحط تاني او تغسل. يعني هو عمره الافتراضي على البشره وكفاءته هي 3 ساعات. طبعا الشركات بتكتب 3 4 احنا بنخلي الوسط ده 3 ساعات هو المتفق عليه. طب حضرتك قلت كده ان ده المفروض لو حد في تعرض مستمر للشمس ان تحطه كل 3 ساعات. كل 3 ساعات طيب. طب تحديدا في جزئيه الصن بلوك او الوقت الشمس ده، طيب ام واولادها نازلين البحر نازلين البسين بيتحط تعالى حطه ايه وانزل على طول. الكلام ده لازم في وقت قبلها ولا هو في ساعتها على طول؟ يعني حطه دلوقتي ونزل الميه دلوقتي. تاثير اي كريم طبعا حسب الكواليتي بتاعته، لو عالي جدا في خلال دقائق معدوده بيكون اشتغل. طب لو نص نص؟ لو نص نص هنقعد 5 دقائق 7 دقائق خلاص هو الجسم كده او اتعمل طبقه العزل على الجلد واشتغل. طب نزول الميه بقى أيوة. دي تاثر عليه تفقده او تخلق لا لو ده. شفت بقى يبقى ايه نرجع للاول، لو اتدل كويس وضاع يعني الجلد اختفى شربه خلاص كده انت عميته. فانا المايه من بره مش هتروح نازل بيه وتقول الكريم بدا يسيل بره. طب ما انت هو اصلا جسم ما خدوش لسه فيبقى كده تاثيره ضايع. ده مهم جدا، نقطه مهمه جدا، عشان كده بيحصل المشاكل ان الناس بتستخدم الشيء خطا وهو يبقى كواليتي عاليه ساعات. يعني انا صارف ومكلف وباين وعامل وفي الاخر بوظتها على حاجه بقى ابلكيشن. طب ما طبعا انت ممكن تقعد تجيب لحمه وتحطها وتاكلها قبل ما تستوي هتبقى وحشه. طب ما هي اي كواليتي حلوه بس انت ما اهتمتش بيها. الحاجه المهمه برضو عايز اقولها في الشمس الضاره بتبدا من الساعه 10 الظهر كده او 10 الصبح صباحا الى الساعه 4 او 5 يعني لغايه بعد العصر. دي اخطر ساعات الشمس. بالعكس الساعات الاولانيه الصبح دي مفيده عشان الاطفال وعشان فيتامين دي ودي نعمه من نعم ربنا على البلد بتاعتنا اللي بتعرفش تتعوض باي دوله. ان احنا اي دوله بنسافرها دلوقتي بنلاقي نقص فيتامين دي، الغده الدرقيه مش عارف. طبعا الفيتامين دي ده اساسي لانه ما بيتعرضوش للشمس. حتى ده بيجوا هنا سياحه مخصوص مصر عشان يتعرضوا، لان الدول العربيه الشمس حارقه مارقه وعندك في الدول الاوروبيه بتخرج بتطلع كام ساعه كده اللي يلقطها بقى. فانت عندك هنا ما شاء الله يعني احنا ما عندناش مشاكل في العض، ما بنعملش حتى تحاليل للفيتامين دي. انت لو سافرت اي دوله لازم تكتب تحليل الفيتامين دي والكالسيوم والا تقع في مشكله يعني. طب دكتورنا العزيز، هو للاسف وقت حالتنا قرب على الانتهاء. الوقت الشمس ده او الصن بلوك ده في منه حاجه للبشره الدهنيه وفي منه حاجه للبشره الجافه ولا كله واحد؟ تمام. ومين اللي يقول لي؟ هو انا ما اعرفش بشره جافه ولا دهنيه اصلا. لو كشف عند دكتور هيقول اكتب له على طول، يعني احنا بنكتب تحت كده ايه مثلا دي بشره دهنيه بشره جافه. حتى الرجاله غير الستات في عشان في شعر ودقن فما نحطش كريم يعمل يغير. لا في كريم للرجاله بيبقى زي الجل ما بيبانش فممكن يدهن بسهوله. اي نعم بيبقى اضعف شويه من التاني بس ده اساسي لازم لان في شعر. الست اللي في حاجه اسمها بشره دهنيه بشره معتدله بشره جافه، ده ليه وده ليه ده ليه. اقول لك حاجه احلى من كده، احنا لما بنمنع الميك اب والمكياج والفاونديشن واللي بيتحط دي بتكتم بتقفل المسام ودي دايما البشره بيجيلنا دي يا معجزه بدري يا اما فيها تصبغات يا اما بيبقى في البشره دي حبوب بتطلع منها. ليه؟ لانك بتقفلي المسام مكتومه. تقول لك براند ونوع فظيع، هو اصلا كوزمتك، هو اصلا تجميل، فمش مهتم انه يهتم ببشرتك، هو عايز يرضيكي من ناحيه اللون والشكل الجمالي بس. فاحنا بنرفضه تماما لما بنيجي نعمل جلسات نضاره بشره زي الليزر وزي البي ار بي وزي الصنفره وزي الحاجات اللي هي التقشير والماسكات. بنقول لها خلاص انت ما تحطيش كده بقى هيلسي، ما تحطيش حاجه ثانيه. طب نعمل ايه؟ نحط كريم واقي الشمس بلون. يعني ايه واقي الشمس بلون؟ شفت بقى واقي الشمس بيدي لون؟ لون يعني ايه التان مثلا التنت لون برونز، مش ده الفاونديشن اللي بتحطوه؟ تمام. طيب في كريم هو اصلا واقي شمس وعملوا الموضوع اللون ده مخصوص عشان موضوع يعني اتنين في واحد. اتنين في واحد تمام. دكتورنا العزيز الحوار معاك كنت ممتع، احنا عندنا اسئله كتير جدا فيما يخص الموضوع طبعا بس للاسف الوقت جري بسرعه، فعلى وعد ان شاء الله احنا نستكملها في الصيف برضو ان شاء الله. في الصيف سعدنا بلقائك دكتورنا العزيز. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ الدكتور احمد طه استاذ جراحه التجميل كليه الطب جامعه الازهر وعضو الجمعيه الامريكيه والمصريه لجراح التجميل. سعدنا بلقائك ونصائحك الغاليه دكتورنا العزيز. اهلا بيك واهلا بيك. نشكر الساده المشاهدين في عجاله اللي قالوا لنا الدكتور احمد النهارده ما فيش حد ينفع يروح
لدكتور تجميل او جراح تجميل يقول له اعمل لي كذا، الدكتور هو اللي يحدد. انت تروحي تقولي مشكلتي كذا، انا بشرتي مش نضره شويه، انا عايز اشد بشرتي شويه، هو اللي يحدد يعمل ايه، مش حضرتك اللي بتحددي، لان مش اللي هينفع لده هينفع لده وهينفع لده. لما نيجي رايحين عند دكتور جراح تجميل واجب عليا ان انا اتاكد ان هو فعلا جراح تجميل معتمد، مش بتاعت الكوافير هي اللي نصحتني بيه وقالت لي لا ده كويس، وفي ناس كتير بتروح عنده واروح هناك وخلاص واعاني من مشكله بعد كده وادور على حد يصلحها لي وما اعرفش. ربنا يعافينا ويحفظنا جميعا يا رب، وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من طبيب على الهوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.